شباكية الوالدة ديال تحاكم أمك عقبة كتوجد في ساعة ونص وبلا وجع الراس بلا والو، كتجي بنينة بزاف، كتجي لديدة ومعتمدة عنا من زمان. كتجي بنينة، كنحتاجو جوج معالق ديال الزنجلان، كنحتاجو جوج معالق ديال النافع مطحون، كنحتاجو ربعة المعالق ديال الزبدة مذوبة، كنحتاجو قرصة الملحة ونص ديال الجوزة. صافي كنخلطو كل شيء، كنزيدو عليهم معلقة ديال خميرة الحلوى. صافي. وبالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش يشبكوا، راه غنشارك معكم ان شاء الله سميتها الحلوى ديال المقروط، الحلوى اللي ما كنحتاجو فيها لا جرارة ولا الشباكية اللي ما كنحتاجو فيها لا جرارة بالنسبة لرمضان ولا تشباك ولا والو. صافي هنايا درت العبارة ديال كيلو ديال الدقيق، خوت عليه قرعة ديال التمزهر وزدت قرعة ديال الماء باش عجنت العجينة. صافي جمعت العجينة مزيان كيف ما شفتوا، قطعتها كويرات انا والوالدة وسرحنا بحال هكاك. حنا ديما في الاول ديال شعبان كنصيبوها بحال هكاك وباش كنبقاو نصومو بها في الايام ديال شعبان. الله يدخلوا علينا عليكم الصحة والسلامة يا ربي. وملي كترتاح شوية كنسرحوها. صافي ايوا تشبك، كل واحد راه يشبك على طريقته يعني بلا ما تعذبوا راسكم. اصلا راه غتكرهتكل، سواء كانت مشبكه مزيان مزيان سواء كانت مشبكه معوجه. كيف ما قلت لكم انا من الناس اللي ما كيستقيتش تشبك بحال العظيم. المهم انا كندير لها كيما درت ليها، المهم راه كتكون بنينه وصافي. داكشي علاش انا ديما كنفضل كندير داك المقروط، داك السانطير كتجي زوين ان شاء الله. غنشارك معكم هذا كيصدق ليا 100% وكيجي واعر بزاف بزاف بالنسبه للشكل، ولكن هاد الشباكية هذه بالنسبة للمذاق راه يا سلام، راه 100% المذاق مقرمشة وكتجي بنينة وكتجي مقرملة وهشيشة في نفس الوقت. صافي ملي كنكملو كنخليها حتى كنشف شوية واحد نص ساعة يعني ما بين ما نكملو كدوز على قلي. وانا كان نطفيها في العسل الحر، يمكن لكم ديروا اي عسل نتوما بغيتو. وكنديروا عليها شويه ديال الزنجلان بحال هكذاك. ايوا ويا لالا، وكتقدموها مع الحريره ديالتكم ولا مع الصوبه بالصحه والراحه. والله يدخل عنا عليكم رمضان بالصحه والسلامه. سلام.